الشاشه والتلفزيون توحشوا الفنان القادر عثمان عليوات، واش تقولي انت على هذا الغياب ديالو؟ هو ما اعتزلش، ها كنا تكلمنا مقبل وقلتي لي باللي واش تقولوا في العصر هذا ولاو يختاروا لي مانكا وكذا. هو وقت يعني، ما حنا ماناش ضد حتى شيء، ولكن حنا تاني ما تفرطوش في الناس اللي مدت عمرها. لا نفرطوا فينا، حنا اللي نتولوا امورنا كبير بقوه يعني. نورمالمون ما تعزلوهم، ما تهمشوهم، ما تحطوهم كانهم هاد الناس عمرهم ولا مدوا حاجه اللي في المستوى. برك خدمتي سيده فتحه سلطان مع عثمان عليوات؟ ولا ما حصليش لحد خاطر هو ينفعل وانا كيفو، قادر يقتلني ولا انا نشوف واش عضو باش ما يقتلنيش. شكون هو الفنان اللي تمنيتي تخدمي معاه وما خدمتيش؟ والله هو الحق عثمان عليوات. عثمان عليوات ايه، باقي الحق جوي لا شونس، خدمت معاه بزاف الناس اللي. واش تقولي في هذا الغياب اللي طيله هذا الغياب اللي راهو ماهوش يبان في الشاشه، واش تقدري تقول عليها؟ هو المره اللي عدات قالوا حط في ديك في الفيسبوك انه اعتزل، قال لهم خليها لهم. وواحد يقول لك لا ما اعتزلش، بصح هو يقول لك انا كيفاش هذا هو داهيه ما عم تحطيه. احنا مازال ما عندناش، مازال الاجيال راهي تتعلم، هو راهو داهيه مع من راح تحطيه؟ جيبي لي زونسيان اللي اصدقاء وهم ما كانهمش، هم مهمشين وهم مغيبيننا. ما عملتش نوال. هو صح واش تقول داهيه يعني حيلي ذكي جد حيلي. هو ذكي خلينا ذكي ذكي اكيد. حيلي يعني؟ لا ماشي حيلي، لا ما عندنا فهم داهيه. كيف حيلي يعني؟ كيف حيلي يعني واش تقصد يعني داهيه؟ واش تفهموا داهيه؟ هو داها اومو باسكو الداهيه بالعربيه تدير ما كاينش اللي يعني ما كاينش، ما عندناش بديل. لا فيغيتي فاتحه، ما عندناش بديل فاتحه. حنا ثاني تسببنا في تخلص لك الاشخاص نيشان كلها نيشان. ما كاينش بديل. انت تسببتوا انتم في الغياب. حنا وعلى نحوسوا على اللي خدمنا وعلى ما نخدموش رواحنا ان شاء الله. ايه كان حنا جينا إيه؟ كان جينا حنا ثاني متحدين. علاش يعني علاش تخدمني واحد اخر؟ انا نخدم روحي. انا نقول لك صح انا عثمان عليوات هو السبب في نفسه، هو اللي انسحب جبد روحه. لا لا هو ماشي انسحب، انسحب لاسباب ما ماذا به يخدم الفنان. لو عطاو له قيمته وحقه ما ينسحبش، ما يسحبش من هكذا. لا عطاو له بيدجي باش يخدم الفيما وما بانش. عطاو له ولاد كثر خير الشعب الجزائري. خلاص كثر خير ما عطاو له فاتحه، عطاو له ياك عطاو له بيدجي. انا كان عطاوني بيدجي، انا درت فتحت بواط وحبيت عندي مشروع وراني نقترح ودرت النيميرو بيلوط وراني نمشي فيه وعجبهم كامل، مي راهم حبوا يغلقوا عليا البواط. اه مقصوده هذا دوك بديت نفيق باللي والله غير مقصوده. بالك امور كاين ناس اللي حابين يظهروا غير هما ويقول لك كيف يرجعوا، ماشي حابين نرجعوا. بصح انا راجعين بيطول العمر ان شاء الله. راجعين مازلنا هنا. انتم قلتوا على راجعين ماذا بينا تسمعينا اغنيه فيها هذا فيها راجعين. بصح نسيت شكون كاين بزاف الفنانين اللي يهضروا على انا نوال انا